يعني إنسان دكتور كسرت قدمه كيف يكون راضيا؟ لما الابن بنحاول نعالجه بقلع سنه بيبكي بكاء مذهل. ليش الكبير ما بيبكي؟ قال له أنت عمرك 70 سنة ما بيناسبك البنج المخدر، بدك تتحملنا شوي. بيمسك طرف الكرسي وبيشد عليه ما بيحكي ولا كلمة. عرفان العلم بعينك على الرضا. سبحان الله. الطفل بيبكي، الكبير ما بيبكي، مع أنه في ألم شديد قد يكون سنه ما بيتناسبه وياخد مخدر. إذن العلم بيخليك ترضى. إذا أنت شايف أب يضرب ابنه بالطريق مثلا، كونه أب في رحمة بقلبه، بس يبدو شاف مع ابنه مبلغ مؤله وخاف أنه يتعلم أنه يأخذ شيء مؤله أم يعمل له خبرة مؤلمة. فإذا شفت رح الله عز وجل في مصائب، في فقر، في زلازل، في أعاصير، في قهر اجتماعي، في مشكلة كبيرة جدا بالصحة، هذا إنسان بس يعرف الله يرضى عنه، رضي الله عنه ورضوا عنه. ونعم. قال له يا رب أحب عبادي إلي، أي عبادك أحب إليك؟ فجاء وقع في روعه أن أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال له ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. معنى ذلك لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله ومحبة له وخوف منه. يعني أحيانا إذا كان محبة فقط في تساهل بصير، الحالة دقيقة، يجب أن تحب الله بقدر ما تخافه، أو أن تخافه بقدر ما تحبه. يجب أن يتطابق مستوى المحبة والخوف من الخالق. هذا مهمة الأب والمعلم. وأي إنسان معه سلطة اللي حولك يجب أن يخافوك بقدر ما يحبوك، أو أن يحبوك بقدر ما يخافوك. خوف سهل، كل الطغاة بيخوفوا، لكن ما أن يزول الطاغية وكل الضعاف ما بيخوفوا فتزول تعليماته، والمحبة وحدها أيضا لا تكفي. بالضبط. أبدا. جميل.